فراح قال طيب يبقى نقطع الورقة نخلي أبو يحيى شاهد أول لأن هو في الأربعين، ونخلي ده شاهد تاني. فين بص في البطاقة في الموظف، وطبعا الشيخ قال لي معروف. فقلت له ارفع يا كاميل يا بابا النقاب، علشان كنا احنا اتصورنا قبليه، صورتها واحنا رايحين البتاع، علشان انا عارف الاجراءات يعني الثلاث صور شخصيه وكده بالصوره بالنقاب اللي هي صورتها، وان شاء الله هتنزل على المره صوره الاخت كاميليا من قدام الاستوديو اللي قدام الازهر الشريف، اتصورت عشان تشهد بيها اسلامها. هذه الصوره هي الموجوده على وثيقه اسلامها التي رفض الازهر ان يختم هذه الوثيقه بتعليمات امنيه. هذه الصوره وان شاء الله ستنشر على المرصد الاخت كاميليا، ويرفع النقاب ويقوم بالزي الاسلامي عشان تشهد اسلامها. المهم حضرتك، فقلت لها ارفعي يا كاميليا يا بابا النقاب عشان الشيخ يشوفك يبص في فرفعت النقاب ونزلت بسرعه. انا بقول لك كانت كتله حياء يعني. وبعدين كانت بتقول لي انها بتعشق النقاب وبتحسد المسلمين اللي ماشيين بالنقاب، المسلمات اللي ماشيه بالنقاب. ومن ضمن الكلام اللي قالته لي في البيت، من ضمن الحاجات اللي مش عاجباها في جوزها، انه يعني كانت هي بتحب الحشمه وتحب تلبس النقاب يعني بتحب تلبس حشمه يعني عفوا. فكان يقول لها ايه لبس العبايد ده لبس العبايد، عايز يعني ايه البسي كده يعني زي مرات ابونا فلان وابونا فلان عشان تظهري في وسطهم كده عرفتها. فانا قالت لي كنت بحتقره. بتحتقر؟ وقالت لي قبل ما يترسم يعني، لما كنا نركب مواصله عامه بتاع ما يهموش نركب مواصله رخيصه بتاع، ما عندهاش اتزنق اتلزق في شباب اتحشروا فيا يعملوا، هو ما عندوش فكره، المهم ندفع قليل خلاص يعني. لكن موضوع الغيره ده عنده صفر. نعم. صفر تماما يعني. فدي اللي ما عجبهاش، لا نخوه ولا غيره ولا عرفت حاجات من دي يعني، كلها من الفطره الدينيه. المهم قلت لها ارفعي يا بابا، رفعت النقاب وراحت منزلها بسرعه. فقلت لها لا 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 ارفعي، خلي النقاب زي ما هو موجود في الصوره مع حضرتك كده، خلي النقاب فتره طويله لحد ما الشيخ يتناقش معاكي. ودي كانت قاصمه الظهر، عرفت لحد ما الشيخ ينهي الاجراءات معاكي، لانك انت هتتكلمي معاه وهينطقك الشهاده وهيقول لك الكلام. ايوه احنا عارفين انك نطقاها وقايلاها وبتاع، وهي بتوثق بس تمام يا شيخ على فكره ده حافظه وتمام. قال لها انا عارف الشيخ، قال لها بص ارفعي، انا عارف ان كلكم في الفترة دي بتحط النقاب لحد ما تخلصوا جراءاتكم وكلام من ده، كلكم كله في الفترة دي كده. ده الشيخ اللي بيشهر الإسلام، ده الموظف اللي بيشهر الإسلام، الموظف اللي هو بيشهر الإسلام. قال لا لا أنا عارف كلكم بتحطوا النقاب الفترة دي، وعلى فكرة هو معاه حق يعني، في البعض كده في البعض كده يعني بتفضل حاطه النقاب، لكن ما يتقالش الواحدة مقبلة على الإسلام. لا كلكم بتشهروا بتحطوا النقاب ده تستروا لحد ما تخلصوا ورقكم وبتاع، علشان لحسن حد من أهاليكم يتبعكم ولا بتاع ولا كلام من ده، كلكم كده. فقلت له لا إلا كاميليا، وكانت الكلمة دي هي قسمة الظهر. قلت له لا إلا كاميليا. قلت له لا 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 إلا كاميليا. عرفت كاميليا حاجة تاني. أنا كنت قعدت معاها بقى، كملنا دخلنا كده على حوالي 8 ساعات. نعم. عرفت أو 7 ساعات يعني، امتحنت كويس. نعم نعم. عرفت بيبان وبيظهر على الشخص يعني. أول ما سمع بقى كلمة كاميليا. كاميليا؟ قلت له قالت من المنيا. قلت له قال فتح درج جنبه على إيده اليمين. نعم. في المكتب. نعم. فوانا قاعد جنبه شاي. نعم. فلقيت مجموعة ورق كده زي ما يكون ورق جيب يعني. عرفت وعليه استك من استك الفلوس ده الاصفر ده كده. ما محطوط، ولقيت مكتوب كده كاميليا شحاتة 25 سنة المانيا كده، فلقيتها. فقال فهو كان بدأ مسك الورق يلبسه في بعضه كده، راح قال انت اسمك كاميليا؟ من المانيا؟ عندك 25 سنة؟ ودرست علوم؟ قالت له قال طيب استنوا بقى شوي، في تعليمات امنيه؟ لا ما قالش في تعليمات، هو قال طب استنوا كده ان في تعليمات، هو قال طب استنوا شوي. وقام ايه طلع لبره، طلع غاب 5 دقايق ورجع قال يا شيخ انت عارف الشيخ سعيد؟ عارف انت الشيخ سعيد عارف يعني، هو واضح يعني واضح الكذب، فهو يعني حد بياكد لك حاجه ويعرفك انك عارفه بتاع على اساس ايه يعني تصدق يعني. نعم. عرفت، فانت عارف الشيخ سعيد مشي وهو اللي هيختم لكم يعني ومعاه الختم يعني، ما لما كان طلع الورق وشهور وبدا يجهز وبدا يكتب تمام. لكن فقلت له طب لما حضرتك عارف ان الشيخ مشي يعني بدات ليه معانا الكلام؟ مشيش غير دلوقتي لما عرفت ان هي، وبعدين ايش عرف حضرتك ان هي كاميليا شحاته؟ حد جه سال عليها ولا بتاع؟ من 125 سنه ومدرسه علوم وبتاع والكلام من ده ومرات ابونا والكلام من ده.
فقال لي بص هو بكره يا شيخ معلش لسه بدري، في مش امتى الشيخ ده الساعه 1:30 احنا طالعين من صلاه الظهر مباشره على التوقيت الصيفي. سأل مش امتى؟ قال لي مش والله الشيخ مع اعتقادي ان الشيخ بوبا، انا مع اعتقادي الشخصي ان نعم. الشيخ بوبا نعم. قال لا 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 تجونا بكره يهديك يرضيك ابدا تجونا بكره. قلت له خلاص ما باليد حيله ولا تنتقل قدم من مكان الى مكان الا باذنه. ورحت قايم من على البتاع يلا يا كمال يا بابا، يعني خدنا بعضنا ورحنا على المكتب عندي وبعدين من المكتب على البيت علشان انا كنت حاسس ان هي ما نامتش يعني وتعبانه فكنت عايزها ترتاح. عرفت روحنا البيت اتغدينا، اثناء ما بنتغدى كان تليفوني انا فصل شحن فحطيته على الشحن بسرعه وفتحت فلقيت رسائل صوتيه من ضباط امن الدوله كلمنا ضروري انا فلان وانا فلان. فتحت وكلمت وكان عملوا دوشه بقى واتصلوا باخواتي وكده. فقلت له خير يا باشا؟ قال لي انت تليفونك مغلق ليه؟ قلت له لا ده تليفون فصل شحن، عمري ما بغلق تليفون. نعم عرفت تليفوني فصل شحن يا باشا. هي قلت له انا طلبت حضرتك علشان اقول لحضرتك ان كاميليا جات وبتشهر وكده، وحتى لما جيت اطلبه وانا في الازهر طلبته المكالمه فصلت. نعم عرفت. فحبيت اقول لحضرتك ان كاميليا وصلت، وانا على فكره طلبتك بالليل بس حضرتك كان في شوشره وانا تليفوني بعدها فصل. نعم. قال لي وعملتوا ايه؟ ايه وصلتوا لايه؟ عملتوا ايه؟ قلت له خلصنا كتبنا كل حاجه باقي على الختم بكره. بكره على الختم. قال لي قال لكم تيجوا امتى؟ قلت له قال تيجوا بكره الخميس. نعم. تيجوا بكره الساعه 10 الصبح. نعم. فقال لي طيب ما تروحش بكره الساعه 10. ما تروحش بكره الساعه 10 الصبح. ما تروحش اصلا. هو مدرك ان 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 ليه؟ قلت له ليه؟ فقال لي 10 اتوبيسات اتحركت دلوقتي على القاهره من اهلها رايحين يعملوا تقريبا عرفوا ولا نمل علمهم ولا كده، ده ضابط الامن اللي بيكلمني انه انتوا في الازهر وبكره رايحين يعملوا كمين في الازهر. يعني موظف الاشهار، موظف الاشهار في الازهر بيقول لهم تعالوا بكره ورفض انه يعطيها وثيقه باسلام مع العلم ان 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 الصور لا زالت معاه والصور البطايق بتاعتي وبتاع الشاهد وبتاع كاميليا معاه والورقه اللي هو جهزها يكتب فيها. نعم. وبعدين طبق الكل وحطه معاه على ان احنا هنيجي. موظف الاشهار من الموظف اللي الازهر الشريف حطه عشان يوثق اسلام الناس هو من المنيا بيدخلوا الاسلام وهو موظف من المنيا. الموظف ده رفض اعطائها واشهار توثيق اسلامها وقال لها تيجي بكره عشان يكون الكنيسه موجوده يكون في كمين. لا, لا, لا هو الله اعلم. لا لا احنا ما انا ما اعرفش دي ان هو هل عشان ايه. لا دي استنباط من تقديرك. انا بقى انا دوري ان انا اسرد لك الاحداث. نعم. اللي حصلت. نعم. ثم نستنبط او غيره. دي حضرتك استنبطها فيما بس. فاللي حصل كده فقال لي اول حاجه ما تتحركش طيب الا باذن، ما تتحركش الا باذن، هتعمل اي حاجه تستاذن او احنا نامرك اعمل كذا. نعم. وهو يعرف منهجي كويس. نعم. ان انا منهجي انا سلفي للنخاع، عرفته انا سلفي على منهج ابو بكر وعمر وعثمان وعلي في السمع والطاعه للحكام، وانا لا ارى الخروج عليهم نهائيا، وهذا والله ما ادين لله به والله. نعم. لا خوف، انا لو خايف ما كنتش اسجل واقول واقع نفسي في مشاكل، لا اخاف من الحكومه او غيرها، لكن ده ما دين الله به. وهو عارف ده منهجي يعني ومناقشينه معاه اكتر من مره، فهو عارف انه عندي السمع والطاعه. قلت له خلاص حضرتك. قال لي بكره ما تروحش، انا بقول لك ولا تتحرك غير لما انا اقول لك. قلت له ماشي يا باشا ودي ليك. قال ولا تطلع من البيت ولا تدخل الا لما تقول لنا. قلت له طيب انا بنتي عزمانه. قال فين؟ قلت له في المنطقه عندي. قال يعني مش يعني في المنطقه عندك يعني تعرف تتحرك كده؟ قال لي لكن ولا تتحرك ولا تنتقل تروح مكان ولا بتاع الا باذن وحرك. قلت له تحت امرك يا باشا. خلاص بالليل طلبني. قلت له تمام احنا عارف. طلبني الصبح الساعه 8 برضو او الساعه 9 تقريبا كده ولا حاجه. كنت انا نايم. عرفت بعدين رديت ايه يا باشا؟ قال ايه ما بتنامش ولا ايه؟ قلت له نوم الذئاب. عرفت؟ عين وعين يعني. وهركت معاه كده وقال لي طيب ما تتحركش من مكانك الا لما انا اقول لك. طبعا انا موطن نفسي على انه خلاص ما فيش الخميس، فراحت معانا للسبت بقى ولا حاجه او لما يقول الباشا او لما الدنيا تكون امنه يعني، عشان الايه المتفق عليها بينه وبينه سابقا بينه وبينه ثم ابلغه مأمن. نعم. عرفت؟ ف الساعه 12:30 بالظبط على التوقيت الصيفي اتصل بيا. ها
انزل انزل يا مفتاح، انزل دلوقتي خد البنت وانزل دلوقتي حالا روح الازهر. ايه في حاجه؟ قال لي لا مفيش حاجه، تنزل دلوقتي حالا عشان تلحق تخلص الاجراءات دلوقتي. نزلت دورت عربيتي ورحت بسرعه واتصلت بالشاهد اللي كان معانا امبارح، الحقني يا ابني عند باب الازهر، ولحقني الشاب ورحنا. انا داخل انا وكاميليا، فانا زي ما انت حضرتك شايف كده يعني، وكاميليا لابسه النقاب الاسود، حتى الناس في الحسين والازهر واحنا داخلين يعني تبغي اموال يا شيخ، تبغي عمله، تبغي مفكرني يعني سعودي او خليجي او كده. فقلت لها معلش على فكره الناس فكراني خليجي، وانت ظابطه العمليه معايا كون انك انت ايه لابسه النقاب الاسود والازدال الاسود وكده. فاحنا داخلين قابلني واحد على باب الازهر، واحد كده، انت يا شيخ من المنيا ومعاك على التشهر؟ انا من قلبي اتقبض كده، قلت له لا، قلت له لا 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 ليه؟ ده المدام هتستفتي على فتوى بس كده، وغيرت له اللهجه يعني. نعم. عرفت؟ فقال لي والله براحتك. دخلت رحت انا مدخلها ناحيه مصلى النساء، قالت لي عايزه اتوضا، فراحت يعني وصلتها من ناحيه باب من ناحيه حديقه الازهر. نعم. ورجعت انا ادخل الغرفه اللي هي مكتوب عليها غرفه اشهار الاسلام للمسلمين للمصريين. نعم. فدخلت قربت من الباب مقفول، وهرجه جوه، هرجه كلام حد بيتخانق في بعضه، حد بيتخانق جوه يعني. فخبطت على الباب، فتح الموظف وقفل في وشنا. عرفت؟ ما فيش، احنا الحد يوم الحد يوم الحد، يلا يوم الحد، شكلهم بيتحاسبوا مع بعض، حاجه ضايعه حاجه، ده اللي في جه ذهني يعني. عرفت؟ قفل بقى يوم الحد يوم الحد يوم الحد يلا. فانا رجعت كان ايه، ما صليتش انا، ورحت انا اصلي، لقيت احد عمال المسجد برضو جاي ورايا، قال لي يا شيخ انت اللي جاي من المنيا ومعاك حاله الاشهار، بيدوروا عليك. عرفت ازاي بيدوروا عليك؟ وعارفين انك جوه المسجد، ان كنت هتطلع علشان المشاكل، عرفت؟ خد الحل معاك واطلع، ولا اطلع، ولا شوف هتعمل ايه، علشان بيدوروا عليك، وبعتني انا واحد من ضمن دار عليك. عارف ما تمشيش ورايا. قلت له ماشي. كنت انا ايه حاطط كاميليا ناحيه الباب كده، ناحيه دورات الميه بتاع الجامع يعني. فطلعت لها يعني بتكلم معاها، فقالت لي يا شيخ يا شيخ حد بيشاور علينا، حد بيشاور علينا. فقلت لها طب تعالي، ورحت ايه واخدها وطالع بسرعه، شاورت التاكسي وركبت ومشيت، عشان انا مش عارف يعني، ما جاش في ذهني ان دول امن. ليه؟ لان امن الدوله اللي قايل لي روح. نعم. ويعني متكلم معايا روح دلوقتي والدنيا مؤمنه. في اللحظه دي روح دلوقتي. في اللحظه دي كان ضابط الامن اللي هو بتاع المنيا ده كلمني، البنت فين؟ قلت له من ناحيه باب الحديقه. عرفت؟ قال لي طب شوف روح دلوقتي، مين اللي قال لك كده؟ اديهولي على التليفون ابن كذا وكذا ده. عرفت؟ عايزين نخلص من القصه دي وكده يعني. فانا طلعت مشيت، ما حدش بقى كلمني. نعم. عرفت؟ هو الموظف اللي عندي راح جاب بعد ما ركبت التاكسي ناديت على الموظف اللي معايا، رميت له المفتاح، واعتقد ان ده الخيط اللي هم مسكوا منه بقى. نعم. انه مفتاح العربيه، مفتاح العربيه، فهم مشوا ورا الموظف، راحوا عربيته موجوده هناك، هم مشوا. انا رحت على المكتب عندي، كان عندي شغل انجزته، واتغديت انا وهي في مطعم البرنس في وسط البلد. وعندي جامع الاوقاف بالظبط، ما كانتش صلت هي، دخلتها جامع وزاره الاوقاف اللي في وسط البلد اللي في باب اللؤ دي اللي في شارع شريف. دخلنا صلينا، صلت هي علشان ما كانتش صلت، واتغدينا هناك، ورجعنا على المكتب عندي في حزبيس. قعدنا واحنا راجعين في بتاع جرايد هناك كده، حودنا اشترينا كل الجرايد اللي بتاعها، فلقيت صوره جوزها في الصفحه الاولى تقريبا في جريده الدستور ولا حاجه، فابتسمت كده وقالت لفظ فرحان بنفسه بسلامته. عرفت؟ قالت لفظ اخر يعني، فرحان بنفسه بسلامته انه طلع في الجرايد. هات اشتري. فجيت اشتري وطني، قالت لي لا وطني بتاع الحد، وما كانتش لسه نزلت، ما اشتريهاش مش هتكون جايبه حاجه.